مرحبا بي كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مثل ما راح تشوفوا اليوم عم نجهز لعيد ميلاد يزون ومنقول له كل سنة وانت سعيد. فراح اليوم نعمل له هيك حفلة مثل ما بيقولوا بسيطة هيك منزلية بين بعض، وحبينا نشارككم هاي الفرحة. وخليكم مع الفيديو وانا مش فيديو كيف تعملوا لايك سبسكرايب ويلا خلينا نبلش. اوكي شباب، المشكله انه جهزنا كل شيء وجهزنا الحبل الزينه وجهزنا البوالين وكل شيء تمام، بس نسينا نجيب الهديه هي الرئيسيه لعيد الميلاد. فراح نشوف ان شاء الله الله يوفقنا بشيء هديه حلوه ليزون. خليكم مع الفيديو. اوكي شباب، مثل ما شفتوا وجهزنا هلا هيك على القريب بينات بين بعضنا، وعملنا حفله بسيطه مشان هيك نشارككم بالفرحه عيد ميلاد يزن. طبعا طلب يزن هذا الشيء انه نصور هذا الشيء، رغم انه بتعرفوا الظروف ما بتسمح نعمل هذا الشيء بمطاعم او كافيهات، ف بين بعضنا حبينا نشارككم هاي الفرحه. اليوم عيد ميلاد يزن، فحبينا نشارككم هاي الفرحه. وخلينا نبلش يلا. جزاك العام انت بخير وانت بالف خير. ولا الهدية عزينا الهدية يا شباب، عزينا الهدية جهزنا كل شيء، ولذلك رح نقدم له صحن التفولات. العام انت بخير. هذا انا I'm gonna go.
بتمنى لكم كل التوفيق. بدنا منكم تنقولنا اسم للقط الجديد ليزن. طبعا اجته هدية على عيد ميلاده. نقولنا الاسم والاسم اللي انتم بتختاروه راح نثبته له. صار قديش صار عمرك اليوم؟ 11. بس ما بدي اقطع حالي. ما بدي اقطع حالي. لا بدك تقطع الجيتار. يلا انا وياك. انا وياك. نشوفكم فيديوهات جديدة وبتمنى لكم كل التوفيق وكل عام وانتم بألف ألف خير. ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ونشوفكم فيديو جديد. والسلام. اللي ينزل بوشكي صدقوني حق رصاصة. ويلي ويلي اللي ينزل بوشكي صدقوني حق رصاصة. يزن الأسطورة معروف بطلقة أم القناصة. يزن الأسطورة معروف وبطلقة القناصة. يزن عمره 10 سنين بطل بطل تحدى كل الببجية. يزن عمره 10 سنين